السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل اليوم في الشابتر الرابع اللي هو عنوانه Distributed Forces, Center Width and Centers of Gravity. طيب المحتوى متاع الشابتر هذا اللي هو يعني محاضرة اليوم اللي هي محاضرة الرابعة هيكون فيها Theorems of Puppis-Wildenis يعني قوانين هذا، هنشوف مثال على كل قوانين. طيب هنبدأ من القانون الأول، أول قانون متاع Puppis-Wildenis. طيب القانون هذا هناخذ مثلا اللاين هذا اللي زي ما انكم شايفينه اللي هو السنتر متاعه حيكون يعني السنتر سي، حيكون اللانث متاعه ال بيكون معلومة. لو اخذنا اللانث هذا او اللاين هذا يعني سويناها عملية دوران على المحور اكس، طبعا حنتحصل على شكل متاع سيلندر. طبعا اللاين هذا حيسوي ايش؟ حيسوي يعني مساحة اللي هي اريا بتاعت السيلندر هذه. طيب حسب جلدانيس بيقول ان المساحة هذه اللي حصلناها من اللاين هذا هي مساحتها تساوي 2 باي في الواي في اللانث ال. ليش 2 باي؟ لان سوينا دوران كامل على المحور اكس قيمة 2 باي. ايش الواي؟ الواي هي الاحداثية بتاعت السنتر بتاعت اللاين هذه اللي سوينا لها عملية دوران اللي هي المسافة هذه هي الواي، والآلة اللي هي الطول متاع يعني اللاين هذا. يعني هذا هو القانون متاع جلدانيس، يعني من خلال يعني اللاين بنكون عارفين السنتر متاع الجرافيتي متاعه والاحداثية متاعه، بنلف على المحور إكس مثلا بنحصل على أريا. هذا هو القانون، لكن بشرط لازم تكون اللاين هذه مثلا لو ناخذ هذا المحور الدوران مثلا المحور اكس، لو اخذنا اللاين مثلا ال في الشكل هذا شايفين انها تتقاطع مع المحور اكس، في الحاله هذه لا يمكن استعمال القانون هذا. يعني يمكن يكون اللاين مثلا شكله مستقيم او يعني غير مستقيم، لكن مثلا لو اخذنا اللاين هذه اللاين هذه شايف بتلامس الخط يعني او بتلامس المحور يعني نقدر نستعمل القانون، لكن اذا كانت تقطع الخط لا، يعني لم يكن تكون بعيدة على الخط زي ما شايفين هنا أو بتلامس الخط، ما في مشكلة علشان تستعمل القانون هذا. بالنسبة للمثال على عشان نشرح القانون اللي شفناه منذ حين اللي هو المثال الأول عن اللاين هذه اللي هي نص الدائرة، لو نلف على المحور X بنحصل طبعا على شكل دائري. طيب الهدف متاعنا أن نعرف القيمة متاع الواي هذه، كيف نجيب السنتر متاع اللاين هذه اللي هي طولها بي ار. حسب القانون شو بيقول؟ بيقول ان الاريا بتكون 2 باي في الواي في اللانث ال، لكن طبعا الاريا متاع السفير بتاعت الكرة معروف اللي هو 4 باي ار سكوير، الار اللي هو نص القطر او الشعاع. طيب واللانث متاع النص الدائرة اللي هو معطى يعني اللي هو الباي الار. طيب لو نعوض الاريا هذه نعوضها بالقيمه هذه بتكون 4 باي ار سكوير تساوي 2 باي واي في ال، ونعوض قيمه ال بالباي ار، يعني في المعادله هذه المجهول الوحيد اللي هو الواي، نقدر نجيب الواي تطلع 2 ار على باي. شفتوا هذه الطريقه جبنا بها السنتر بتاع الجرافيتي بتاع اللاين هذه من خلال الثيورم بتاع جلدانيس. طيب القانون الثاني القانون الثاني اللي هو حناخذ عوضا ناخذ لاين حناخذ مساحه، مثلا المساحه هذه اللي هي ريكتانجل السنتر بتاعها سي معلوم، الاريا بتاعها نفس الشيء معلومه. لو ناخذ نفس المحور اكس ونلف حول المحور اكس بنحصل يعني على الفوليوم هذا، الفوليوم هذا اللي هو فوليوم بتاع يعني سيلندر بتاع اسطوانه. طبعا الفوليوم بتاع الاسطوانه معلوم، لكن القانون بيقول ان الفوليوم هذه 2 باي في الواي في الاريا. طبعا هذه هي الاريا، ايش الواي؟ الواي اللي هي الاحداثيه بتاعت السنتر على المحور اللي صار عليه الدوران. نفس الشيء شايفين انها المساحه هذه اللي هي ريكتانجل محاذيه للمحور، لكن لو ناخذ مثلا الحاله هذه واخذنا مثلا المساحه في الشكل هذا شايفين ان المساحه هذه بتقطع المحور، الحاله هذه لا يمكن ان نستعمل القانون هذا. يعني يمكن تكون مثلا على المحور بتكون بعيدة مسافة معينة، ما في مشكل تقدر تستعمل القانون، لكن إذا كان تقطع المحور لا يمكن استعمال القانون هذا. طيب هناخذ مثال، شايفين نص الدائرة هذه طبعا أعطانا المساحة متاعها معروفة،
الهدف بتاعنا نجيب قيمة الواي اللي هي السنتر متاع نص الدائرة. طبعا نص الدائرة هذه لو نلف على المحور هذا طبعا حنتحصل على فوليوم متاع يعني كرة. طيب الفوليوم هذا حسب القانون بيكون 2 باي في الواي في الاريا، لكن الفوليوم معروف اللي هو 4 على 3 باي ار تكعيب. لو انا والاريا طبعا معلومة، لو نعوض في القانون بيصبح يعني هذه الواي اللي هي مجهولة بنجيب الواي على طول تكون 4 ار على 3 باي. طيب هذا يعني مثال على القانون هذا. طيب وان شاء الله نتقابل في محاضرة.